الدعم النفسي من أهم العوامل اللي بتأثر في لعيب الكرة، وهو اللي بيساعده على الاستمرار والنجاح، وخصوصاً لو ده بدأ معاه من سن صغير. ودي كانت مهمة دكتور رشا. مساء الورد والفل والياسمين. مساء إيه؟ الورد والفل والياسمين. النهاردة كان التعارف الأول بين اللعيبة ومستشارتهم النفسية. دخلت على حاجة اسمها العصف الذهني، دي بنستخدمها في علم النفس عشان أعرف إيه اللي في أفكارهم. بعد التعارف الأول حولت الخبيرة النفسية تحرر اللعيبة أكتر بطريقتها. عايزة أسألكوا شوية أسئلة نتعرف بيهم على بعض. تعرفوا لعبة بيلعبوها اسمها الصراحة؟ بتاعت الإزازة. إحنا بقى نلعبها، بس نلعبها بإيه؟ بالكورة. يعني أنا مثلا هختار أي حد فيكم وارميله الكورة، هو يمسكها هسأله أي سؤال يجاوب عليه. دخلت على تكنيك تفريغ الضغوط، أو بنسميه التنفيس الانفعالي، ما كانش ينفع أدخلهم ليه بطريقة مباشرة. لعبت معاهم بطريقة غير مباشرة عن طريق لعبة الصراحة. إيه أكتر حاجة أنت شايف إن أنت اتحرمت منها في حياتك؟ لعب. هات الكرة دي لو هي مضايقاك وقول لي أنت حاسس إن أنت اتحرمت من إن أنت تلعب عموماً، مش تلعب كرة بس يعني. لعب كرة. أنت اتحرمت من لعب الكرة وأنت صغير إزاي؟ أبويا كان بيخاف علي. كان بيخاف عليك، مش بيرضى يخليك تطلع مع اصحابك بس لما كبرت يعني وثق فيا يعني. وانت بتفتكر بتفتكر حاجات مشاعر كانت بتجيلك في الوقت ده ولا عادي؟ بحزن بحزن. كنت بتعبر عن ده ازاي؟ تأثرت لما كبرت. لما كبرت تقعد تفتكر الحاجات دي. طب خد ارمي الكره لحد واساله، ارمي له الكره الاول واساله وبعدين اديله المايك. اتفاعلوا جدا جدا مع الطريقه دي، وبدأوا إن هم عايزين يعبروا فعلاً عن اللي جواهم. إيه أكتر حاجة اتحرمت منها؟ نفس السؤال؟ ماشي، شكراً. حاجة اتحرمت منها أول ما جدي توفى. جدك اتوفى إمتى؟ من 3 شهور. من 3 شهور اتوفى؟ حسيت بإيه بقى؟ هو اللي كان دايماً بيشجعنا على الكورة وكان بيحفزني دايماً، فلما اتوفى حسيت إن ما عادش حد بيحفزني خالص. في حد عنده استعداد يجاوب على السؤال ده؟ ليه لعيب الكرة الشاطر لازم يبقى عارف في علم النفس ومتدرب عليه، وما ينفعش يفرقوا علم النفس في ولا خطوة في حياته؟ مين يرد على زمايله في الموضوع ده؟ يلا. عارف علم النفس بيعمل ايه؟ هو طبعا لازم الواحد يبقى عارف علم النفس عشان صفاء الذهن بالنسبة للعيب الكرة كل حاجة. يعني لو هو مصفي ذهنه هينزل الملعب ولا يعرف يلعب ولا يعرف اي حاجه ولا ياخد يعني. ايه كلمه صفاء ذهني دي؟ يعني هو يركز في اللعب، يركز في اللعب. هو ممكن واحد وهو بيلعب يبقى في دماغه ايه؟ زي ايه حاجه تاني؟ جماهير، اهله، توتر. هم عندهم قابليه للتعلم، عندهم قابليه للتدريب. انا بالنسبه لي هم في علم النفس يعني قماشه جميله جدا جدا، نقدر نشتغل عليها ونقدر نطلع منها فعلا نماذج مؤثره يعني.